كيف بتعبر عن شعورك بالغيرة؟ جنان جنان. كيف بعبر عن شعوري بالغيرة؟ بزور وبمشي. الغيرة هي موجودة بطبيعة الإنسان، وكل إنسان بلا غيرة غير طبيعي. الغيرة كلها صعبة. بتعصبي؟ ضربتي على الوتر الحساس. شو غيرة؟ عود غير عمرتها؟ أعوذ بالله. طبعا ايه طبعا غار. كيف تعبر عن غيرتك؟ بتكون هادي ولا لا؟ لا بكون هادي، يعرف كيف يعني، بس جواتي عم بغلي. انا بتجاهل وبعمل كأنه شيء انا لم يكن، عادي ما فرجي الطرف الثاني انه انا غيرانه عشان ما يعرف نقطه ضعفي. ما ابغى، مشان هيك ما بعرف اعبرها. اكيد بعصب وبطلع عن طوعي اكيد. ما بعرف، يمكن بتوحد. ما بحب اعبر عن شعوري اني بغار، يعني بقى بنعزل هيك بعد انه، بس انا بكون كثير مقهوره من جوا، بس انا ما بعبر للشخص اني انا غيرانه. بس الاشخاص اغلبها بتتعامل مع الموضوع بانفعال مو اكثر، يعني او ممكن يا يكبتوا زياده يا ينفعلوا زياده، بس ما في حل وسط. ما في انسان ما بيغار يعني، بس انا والله بالغيري بطبيعتي بسكت، ما بحكي شيء نهائيا يعني، خلاص بكبت بيني وبين حالي ما بحكي ابدا. انا حدا غيور كثير اول شيء، يمكن اذا غلط بس ما بظهر هذا الشيء، بعملها بحيث طريقة انه خليه غاد الشخص اللي قدامي اكتر ما اني انا خليه انه يبين على حالي اني انا غيران. الشيء طبيعي انه الانسان يغار على اي شيء بيملكه، مثلا ممكن اعبر عن غيرتي مثلا باستملاك الشيء، يعني مش ممكن اخلي حد يقرب عليه، خصوصا اني انسان مثلا متزوج، شيء طبيعي مثلا اغار على زوجتي، اغار على عرضي مثلا، على اخواتي، على اهلي. هلا حسب، لانه درجة انا كنت غيران، يعني إذا كنت غيران كتير ما فيني بصراحة أخبي هذا الشيء. بزعل يعني، باخذ موقف. لو ما بغار إنه وقت كانوا رفقاتي أشطر مني ما تخرجت من جامعتي، لو ما بغار إنه مثلاً في حدا بعمله عم يوصل لمرحلة إنه هو يعني بدرجة عالية أكتر مني ما وصلت للنجاح اللي أنا فيه هلأ.